ممكن من هنا نرجع، ممكن من هنا نرجع كده. استنى، ولا ده هو الطريق الصح؟ يا رب يكون هو الطريق الصح. لا مش الطريق ده اللي احنا بنرجع منه. اه هنا احنا ما رحناش النح. ايوه لا احنا خدنا الكوينز. لا ما جيناش هنا. لا 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 ايوه المفتاح. انا مش موجود، انا ما جيتش. السلام عليكم، احنا خدنا المفتاح وخلعنا. حبيبي الاخبار، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. نرجع نكمل مع بعض النهارده على الدين ناصيرز ريفنج. عملنا المره اللي فاتت كانت اخر ليفل، مش اخر ليفل يعني، لا اللي هو يعني خلاص يعني الليفلات اللي هي قبل اخر ليفل، اللي هو خلاص احنا مش هنلعب تاني، ما فضلش غير الحلقه اللي في الاخر دي اللي المفروض ان احنا نفايت فيها جعفر واللي هتكون مع نصره. بس لسه في ليفل قبل كده اللي هو اسمه نصره. نصره ايه ده؟ احنا في الانجليش مش في العربي، اصل في العربي اسمها نصره والانجليش انتوا فاهمين. ناصيرز لير ليفل 1 اللي هو يعني ايه المخبأ او العرين. يا لا 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 العرين بتاع نصره. اوكي واضح ان الليفل نار. لا حرفيا هو نار حرفيا. بس مش ده قصدي، انا قصدي ان الليفل اللي احنا فتحناها دي ما اعرفش عملت ايه، بس غالبا نزلت اللي نازلين من فوق دول. لو نزلنا في النار دي هنموت ولا مجرد ده؟ مش عارف، بس اكيد موت. ولد يا ولد، صراحة انا ما توقعتهاش من نفسي. بس عاش حاسب. ماشي ماشي، هو انا اتزحلق، هو اتزحلق بس مش اكتر. طيب دي بتتحرك. ماشي 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 يا عم، الدنيا سهلة يا عم، انت حسستني ان الدنيا بقى نار وهنولع. استنى استنى، اصل في طريق هنا. مفيش حاجة، مفيش حاجة. وهنا مفيش حاجة برضه. امال ليه عاملينها زي كأنها طريق كده؟ اي لبخة وخلاص. برضه ليه ليه ليه؟ اهو هنا بقى في طريقين، في الطريق ده والطريق ده. تعالوا ناخد ده لان ده غالبا هو اللي فرعي. نكبلنا حاجة. في هنا كوينز. الله شكل اللي فيه كوينز. يا لهوي ايه؟ طب ايه، انا ممكن اعمل كده وخلاص على فكره، ما استفدناش حاجه. استنى استنى استنى، هذا يوديني هناك. ده متاهه دي ولا ايه؟ الله احنا كنا لسه هنا يا جدعان. يا خرابي، بدانا بقى في الهبل. ايوه صح ايوه صح، ما انا دي انا كنت لسه طالع بيها الليفل. يا خرابي يا حلولي. ماشي يا عم يا عم يا عم يا عم، هخلص ام الليفلات او اللايفات هنا يختي. طيب ماشي، عشان يرجع من الاول. احنا ضيعنا وقت كتير في اللبخه اللي في الاول دي، ضيعنا وقت كتير في اللبخه اللي في الاول. احنا احنا طلعنا من هنا. ماشي هنكمل، خلينا ستريت وخلاص، بلا كوينز بلا اي حاجة. اوكي نعدي من هنا كده اهو. ايوة 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 بعدت. ماشي ماشي، عوضناها بهلس. بس نطلع على بتلف دي وملناش دعوة باي حاجة تانية. دي بتنزل. اوكي طيب، بعدها نيجي نروح على اللي هناك. اللي هناك مش ينفع نروحه عشان ده بيتحرك. لا هو ينفع نروح من هنا وننط نطة كده وخلاص. ايوة ييه، دول من ايام الليفل اللي فات ده كانت رخمه. طب ماشي سهله وسهيله. مفتاح. اللي هو فين بقى؟ ها فين من الحتت اللي كانت ورا دي المفتاح؟ دور بقى يا معلم دور. طب نتدمج عشان نخلص. ماشي هي مش هنا، هي حته. اهو لا ده مجرد هيلث. ممكن من هنا نرجع، ممكن من هنا نرجع كده. استنى، ولا ده هو الطريق الصح؟ يا رب يكون هو الطريق الصح. لا مش الطريق ده اللي احنا بنرجع منه. هنا احنا ما رحناش النح. ايوه لا احنا خدنا الكوينز. لا ما جيناش هنا. لا 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 ايوه المفتاح. انا مش موجود، انا ما جيتش. السلام عليكم، احنا خدنا المفتاح وخلعنا. اوكي يلا بينا، ولا مش من هنا الطريق؟ والله العظيم ما انا عارف. ايوه احنا كده بنرجع. لا هو المفتاح كان من حق من اللي هم اللي بيلفوا في دايره دول، فاحنا نخلص دي. اي ماشي، ونيجي كده في كده في كده اهو بتاع الدايره اللي بتقع دي. شوف يعني انا كنت عايز انزل. ماشي ماشي، لا نصبر بلاش نتدمج لان احنا كده ضيعنا ايه،
ضيعنا دم كتير الصراحة، احنا كده ما عندناش دم حرفيا. ماشي استنى دي، هوب حلو قوي. ايه ده؟ جديدة ان اللي فات تبقى فيها ديلي كده شوية. ماشي جبنا المفتاح، افتح يا سمسم. ده فتح بطريقة ان هو فتح السمسم فعلا. ليه كده ليه كده؟ حاسب اللي تحت. اوه حاسب حاسب حاسب، في تعبان ملناش دعوة بيه، خد الكوين واجري. هو جاي ورايا ولا ايه؟ جاي ورايا؟ اه ده خلع هناك. استنى المفروض اطلع من هنا على فين؟ بص بص بص، اه على ده، هوب يا سلام حلوة. ومن هنا على هنا ماشي، ومن هنا على هنا حلو، ومن هنا على هناك. بس كده في حاجة احنا فوتناها هنا؟ طب تمام مفيش أي حاجة خلصانة. لا الليفل يا جدعان صعب، بس احنا المؤاخذة جامدين معلش يعني معلش. طيب معديش هنا معديش هنا معديش هنا، نكمل. الناس اللي عارفة الليفل شكلها بتقول لي اصبر بس اصبر. اوه ده بينزل حسن بيسيح. ماشي ايوه اديني هيلث بالله بالله اديني هيلث. اه الشنكل ده يا ولد، ايه ده ايه ده ايه اللي هناك ده؟ تعال بس نموت ده الاول عشان في حاجه شكلها. ايه دول يا راجل؟ ده مجرد كده بس يعني جرافيك، انا افتكرت حاجه في الليفل. ماشي تشيك بوينت، يلا بينا تشيك بوينت. هنا مفيش حاجه ولا هناك في حاجه؟ ايوه هنا بقى. كمل كمل. اللي بتنزل دي خديني معاكي. اه مش عارف اطلع من ربطت في دماغي. ايه لا هوب مرجيحه، مفيش لعبه زي دي كان خدها في الملاهي. ايوه زي سفينه نوح اللي في دريم بارك. اوكي اوه هنا واقعه. اه خلي بالك خلي بالك، اتاخرت. استعجلت مش اتاخرت. المفروض ان هي تنزل لي دي. حلو 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 حلو. طب دي اخرها كده هنا ولا ايه؟ اه دول اللي بيقعوا حاسب. حلو هو تقول لي انها بتقع. اه كويس هناك هناخد توكن وجيم ونشغل البتاع ده هيخليني اطلع لفوق. لو انا اصلا مش شايف هي فين ولا كانت فين دي. اه هناك اهي هناك. نرجع تاني. اسف اسف. حلو حلو شغال. اوعى تقول لي ان هم بوقت. لا 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 يا الله. That was so bad. اوكي حلوه القلعه يعني زي كده، بس احنا اصلا استنفذنا لايف من الاول وما عادش فيه كتير، فالمفروض ان دلوقتي خلينا نبدا من الاول. بس احنا خلاص يعني فهمنا المرحله وزي كده، فنوصل للحته اللي هناك دي ونرجع تاني. موسيقى اجمل ما يكون الصراحه، فكرني بحماسه كابتن كلا. طيب من هنا على فين؟ ياه اوكي ماشي نخلص دي. لسه الطريق مطول. اوه ليه نزلنا تحت؟ احنا كده كده اصلا يعني فاضل لنا ايه؟ حنتوفه حنتوفه ونقع. لسه عايز اقول نخلص منها احسن ونرجع لتشيك بوينت واحنا فول اتش بي احسن ما ايه؟ ناخد مثلا يعني تقدم كده. لا غلط غلط، نط نط نط، ما بنطش. ما هي طالما انت نزلت ما يفضل يتنطط كده يا كده لحد ما تموت. اوكي طيب هي مشكلتها ان الليفل سريع، يعني مثلا مش ان هو صعب، لا هو سريع. بص 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 كويس كويس، هو مش صعب هو سريع. هو انت لو ما عملتش الحاجه دلوقتي انت هتتضرر. ماشي ماشي حتى الان مش مشكله قوي يعني، لسه في تشيك بوينت. ما اصل وجود تشيك بوينت معناه ان لسه مطوله، انت واخد بالك؟ يعني تشيك بوينت مش حاجه حلوه زي ما البعض بيفتكر. ماشي ماشي سهله سهله يا عمونا. طيب حلو تخش هنا. اللي بخلص الحلاوه دي. اوكي يا عم طب ما الدنيا حلوه اهي. لف لف لف، اديني اديني اديني. ماشي اكيد هديني كده كده ايه اكسترا لايف بلا جدال. الليفل اللي بعده الليفل اللي بعده اعتقد الليفل اللي بعده هو هو بس يا عم مش وقت البونص، ما بحبش البونص خالص صراحه. فوتنا دي
ماشي ماشي شغال جميل. طيب ماشي حلو، متأكد ان احنا هنجمع 100؟ او ماشي. اخرت سيكا؟ لا والله تمام. يا عم يلا احنا بس هنقفل فورمه علشان في الليفرات اللي في الاخر. سيف يس يس يس. ده انا كان في بالي ان المفروض الليفل اللي فات هو اخر ليفل، بس هم حبوا يقسموا العرين والدخله من ان احنا نطلع من نخش لها هناك نصيره هي وجعفر لليفلين، احسن ما تبقى كلها ليفل واحد طويل وزي كده، لان السيف ما بيبقاش من ناخد نص ليفل، يعني بيبقى ليفل لوحده زي كده، فتعتبر فكره حلوه يعني مش مشاكل. ولكن طبعا علشان وقت الفيديو، لان مش هينفع نعدي الليفل ده كله بالاضافه الى فايت نصيره وجعفر في نفس الفيديو، الفيديو هيوصل لنص ساعه، فهنستناه في السبت اللي جاي. فبس يا حبيبي هتبقى اخر حلقه لعلاء الدين هي الحلقه اللي جايه. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالسلسله دي، وطبعا ما تنسوش لايك شير الكومنت الحاجات الحلوه دي. دمتم سالمين، سلام.